شخصيه انت سبدان طبعا مشي عن شوغو يا مشي عن مريانا يا مشي عن تغابا حل قربا استارم يانا وحي حول قران ايلي سوق بوناته سيدي اول با اي بدعو شرتي وحي عن كقب كروان كقبنا اياه و دادال تلك يدنس اللوغة شلو مثل كا أكرمين هذه إلى هاي إدمة كما ترى شراء متقثيقي وكما ترى شراء وضماء هذا فرب هذا مرة لكن بل كل إمكا إغلم بان كو سوغانا هاي وارمي إسكا شخصيا سيدان لي وحاول إلسو قدونا تنوى مقابان دونا بكا وحان شعالا هاي إنان تتكيقا ميري شوغان با في سومالان عن سلام كريا لابا وجوديو الى هنا اوغبريو انو كلبين ابارتنا انك دول قادو الحمد لله رب العالمين روك وقوا بلامي مال والبا ان شاء الله لا اسفاح انو غورو دباتون كي كلاب تلك ايو مبحيستان لا اسدق ساعة وسريعة هاي انو غدو القادو ايان لا وحان ما تشعلين المانت هذا الله بدن وقيمين حالة دالكم مريا آن إلى هذا سببت وحوية انت أيام هنا وكوي ورر استبتشوغة أي حزبك كل مية سيديني كساب سن بيعي بدن و نلوش الدالك تابان إسا أما قار ورشيرا هذين وحزبك أي ولاها يهين وعيد حسي وردائيين أما محفل لك راكا ليين أما هلا قراء الهردين أول بالهسيد دايين وسامية محرضة حتى لكم رأي بركة وقت الصب وما أنت أولا يا مجرد اللهم ما مدبع الصب بدا سوى حوية بردويتو وراق با جرائد كنا سورين وآروسي ديني موچين يسي إن دورة السومال الآن قارهان وزيركا قناسو قشينتو سوري غالها وزيرت قشينتو وفصحي كم بني فرسي لابستو كوميشن ليدي هذا كمتلاي الوفصحي إن أي حوالها السومال الآن يوقع تارا جبوت مريا وراغضا و سي حوق لأوصو بحري وربعينتا وحوكا بحشي وزيركو تفراد يدنا طاحت بالعرن له إلى أبو كو دواقي إن أردت أسلا كجهرين ودعوة خد بقارن أرد كل أنا وحنا دعوة دي سوقية بس بالدعوة دو حي كنت ما أدقك وقت وجد بيمات يجوز آخر جاي دعوة دي يطلعوا دي وقعدنا وحنا نقطعي إذا أنت على ذكر كصورتان وراقدي هرواتها تیر لباده واتا خروس ورتن تیر لباده صبح دینا واتن و هد آن هر کوهیو ورق داشتی تن میگی داشتی واتیو خوره صبح دیگی وراغد الدنباء وحوية بدك الدبتري تتيو كمبري جو قرية ولا يوار لي قبي هو لا هياي ومعارض كي وانا كشفاي عرفت اللي حبل الضيوف يقلك واتورا في جريست بيكو قرات هاي ديت كيدي صحيالي وحي وصلوا ورمد واتيك الدبيسي عدي انا في صومالي وبدلو وحوية حيكو سعطا قدوميها شركة كوميشن كلية هذو خيرسي لايفستو كوميشن ودبيع يونايتد عرب أمريتس وحولي هاي بكل احترام وراق دي عين كاي تنهرو كنو غنية تاريخ دي هاي لما كن يصدح دي بشي سبتمبر سدح يوتبان كيدا اكو صاب سنة انا اقبالي حول الدوفينتا حولها دلك يكر دوفيين جبوت اللامورية وحادي الشيء يا انا حسابتي معارض كاهي أريد كفاءة ستي وأي بروباغاندا حوغلان لغفرتي تاسو الأركو
inay siyaasadda dalka dhibaato iyo dowladda ku abuuri karto Soomaaliland. Sidaa daraaddeed arrintaa iyada ah waxaan codsanayaa in muddo lix bilood ah oo ka bilaabanta maalinta taariikhdan ku taallo dib loo dhigo. Xaaladay taa kashfaad ka weyni maay jirto, waa waraaqdii labeed exhibitkayd ee aan soo bandhignay. Arrintaa wasiirka baaleed ee xooluhuna waa kiisaguna ayaanta dhawato uur ahaa ma ogolaana in jabuuti laga dhoofiyo xoolaha. Marka horeba ma ahayn dee in laba ogolaado, bal markaa taana dadweynaha iyo ummadda dhegeysanaysa ayaan u deenana waxba kalaan intaa ka odhan maayo. Intaasaan walaalka wasiirka iyo dowladdana wadacaad uga dhigaya ilaa waxaan ka baryayaa inuu sida uu sheegay xisaabta mucaaradku dee gaar bay ka hayaan wixii ummadda ka xumaanaya inay soo bandhigaan, inay keenaan, inay sheegaan. Haddii ayba ka haybaysanayaan waaba markii ugu horreysa inkastaa isleya qarsoodiba ahayd ayaana waana ahayaa naga daaya awal degba jira qulmasiin jira wuxuuna iska wadan jireen. Taan waaba ku bogaadinayaa wasiirka ayaaban leeahay. Marka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad iyo aad aad u mahadsanti. Su-aasha waras waaqaata waraaqdan aad soo bandhigtay laban waraaqoo sidaad ugu dhigtay waa wax waxaad moodaa dadu ujeeddo kasta baad ka lahaatay. Laakiin waxaad noo sheegtay in arrinta hore uu wasiirku isku dayay inuu ka bixiyo faahfaahin oo arrintana tafsira at same time dacwad ka furtay siduu isagu yuhi. Tan lafteeduna waxaa jira waatu kale ku cudurdaaranayo qoladii maxaa ladhahaa reersigi ugu cudurdaaranayo uu leeyahay arrintii debrobaanta ayay nagu dhaliso qoladii mucaaradii ku qaadisay. Laakiin ogow taa hore dacwad baa ka furay maarta hadna maya rubtaa waad ku kalsoon tahay inay ofiskiisa ka soo baxday. Aad baa ugu kalsoon boqolkiiba boqol aad iyo aad baan ugu qorsheeyay xafiis ka soo dhacay arrigu banaa wasiir qoran maayo dalgad ka heshay maya dee orantaa way daxadiguma leeyahay xaqiguma leeday odhanay waxaan ku idhi waraaqdan waa muuqataa waraaq rasmi ah kambariyaasha laftigood arrigu shaksiya maaha kambariyaasha laftigood ha loo qoro ha laga hubsada laftigoodiina waxaas jira ila waxaa cidley hawl looma qorin cid baa loo qoray. Maxaase wixii kaloga beriya haddii taasi been tahay maxaa ka dhigay tan jaraadka aad kusoo wada qorteen oo ku wada qoran ee muujinaysa in jabuuti ay xooleheedii taa qura ma aha manaa sugaanta keenami waxaa riboora caalamku dhan isugu tegay halkaa la geenayo iyo waxa jaraadka ay kasoo qorayaan carabtu waxay tidhi ee waxa sacuudigu yidhi ee waxa reer jabuuti jiri ee shirka reer jabuuti lagu qoray ee lagu qabtay waxaas oo dhamma anagaa dhihi mawduuc halkaasa ku deenaya waxaasoo kale oo markhaati kasaaati guddoomiye waa taqaanaa dhegayso qoraalka adiga waa mid baaqaan samayn karainay forgery tahay kala mid cadday maxaad ku cadday qoraalkan ba waxaa kalo dhan aan ku warsheegno dhan baa jira realitieska ee wada jooga adigu ilaa imika muxuu wasiirku sheegay barku kale ayaa jabuuti xoolaya ka dhoofin meel uu ka hadlayay soo wax jira inay jiraan la yihi jabuuti laga dhoofinaya kama hadlayn ou lahaa ma yeelino waa qarashi ahayd baka mu qarara markaasis waxbuu beeninayo tini horbuu beeninay ma beeninay waraaqdiinana waxaa markii wasiirku beeninayo wuxuu ku sheegay inay tahay forgery xafiiskiisa laga sameeygaar ahaan dhinaca siyaasadda waa tan shirkii magaatina imika xaaladu socoto si fiican inoo kulaadayo markaa bixitankaaga iminka iyadoo maxaalada xasaasiga ay jirto muxuu yahay wixii waanay kuu sheegay waqtiga xasaasi horta mar walba waa xasaasi bayn odhan ilaa intaynu garan mar qora xasaasiyadba kama aynu bixin gooryo xasaasiyadda ka baxaynana garan maayo. Midda kale xisbigaanu madaxa xisbigii wuu joogaa dadkii wuu joogaa qarankii wuu joogaa midda kale meeshaan joogaba hawl baan ka qabanayaa taa qudhidee halka laga qabanay mid lamidun baa meeshii aan joogabaan aan ka qabanayaa. Marka aniga waqtigan iminka joogaa dee kii shalayo daraato igaba duwana haddii aniga wax gooni ah gaar ahaan shaksiyan layga baahdana jaadar dawlad baa sii raacaya imikanaa soo raacayaa oo dee ma aha wax meeleed jirta maraqmeel loola xirin markii wasiirkan dib u tan qoray
مسيح حنان الله حوالنا سكر والله إذا ما أنا أركض دول وصعتو فدنا بدنا دول وصعتو ودوا مقتوى سكر عدا سؤال أنا خاوديو أنا تخيل أول دم زتيل دم عدا سفر ما سكر كل علم وكان دم ما كان سفر بدون سنة سكوديو غلا دول جمال رعب بس بدون يوحى هذا بقول ريم بس بحلو يرم على إن هبكي ما مفيه حسبي عاد محيا بوسي بديش يصير إنه عرفت يا تيجي تاكل مكان تيجي سوى ميتا فكرا ما حق ما تحق ما بدنا حزب لي وحزب عالي وي حزب لي وحزب بحنا هاي ورشقي وي واحد ما تو حزب لي نحيا لا ما بتشوفتو حبايا راتي انت هلك معهم السؤال شو السؤال؟ انت اصلا عارف قد الصغير واحد مطلعي قدومي كوحيان كي لبادنا كوبر فجر وكتنا السؤال سنة صار ودي خلاف مش يجين لكن كتر هذي والصوت عشا فقرة ويدي واحد إن أحمد إن ولنا دورو ده أنا غيرك من هذي الشروح إذن إذا كنا بحكي هذا السنة إن بقات وودون ضلوا يلا مركو دوا إذا أنا قلادة كل ما بقات وودون ضلوا شا مركا تكتوي إنك هذي اللي بقول هذو إن أحمد ما قلادة سحرية لا تنا يتم حد كوال يكون اللي بعد الدمية تيجي ما بتيجي إن بقات أنا بقول كوماس ولكن معلع هو يسوى بحدون ترى وحاجات إمبراطي وحى وحى وحلايستا عدي كسس تسوقات كنا يتعرضها سوى ذو حتى وإلى قرية وقرب باب كنا عدي أدور أكتهين كسس تسوقات كيسة كهذا الكيسة مناقشة كيسة إنهم بدو كهرلو تدكو كهرلو أفكار اللي قديم تون هذا هنقول سوقات قادمة هيم باهرت شكله رقبة لكن أنا أقول بقاتي وقت الموقف عاد بابك لكن هاي تاسينا الدرودة إلى هؤلاء منين بقاتي ما وقفك ما يندي أقول لفوح على بقاتي 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 تاسك كلمة كارو ساعات جميل وكلا الفكيشن وكلا الفكيشن يبالو كلا كاد سؤال ما هون دعم بولي ما تقول ذلك ما تبكر ولا شيء تهيب يقولي يسيقوا وقفت بقاتي حتى دير ما يمتقوني بوقف ما يحتمون عالية ومدينا نواطق أنا وضد أهل مقرنسة يعني ولا سواش مصر أخار اللي بان أنا أخار يوم ما في عمتها هاي ما يعني محايا من الأوائل كي يتهمك أي مكو واحد عضو تري كل يبقى ولدي قفكي ضدك كسسة إن بقاتهم با سوقات كي سوقات كي كسسة وحي يرى أبو رسا شكي بهذا ضدك يخوى أبو رسا وحقي قولدي كلا يبقى ولدي وانا إيقا كسسة وقواسة أدونا بريتر عليك من أقول استاس قرين ربوي لها ومدي أدونا سيدنا هو قابسانا ومونا أكسنا شكي مرور بلع المقرنسة لقريو وحونا أكسنا ميا وصلا 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 ما دام ثم ما أردنا ده واحد وقول قلنا حقرا ما يبلوك هذا هذا قاعد يقول رالله هذا أقول وبينين كذا ويرو أي تاجر ويرو تأتي قرق أي تاي ودون كي قرق أنا واحد ديني فريد أنا كذا فريد وأسوء أنا أقول شكل بقشو شكل واحد قلية مركز السوق هذه إلى يروح وين السامي يعني كهذا
وكت الشن وحسكوا يدينه وأحزاب تكور على وضدك وكور على وحجرت في السجيمة عدة تريج يا الله سوا قاضي أو يا الله جاهدني أو يا شغل أورن سيرة أودايا وواحد درار تعب ومد وضع أركز ضد وضع أركز ملو جوين إنه جسوا بيجان ومد أركزه بقلت يا النفط إنه هو كاري لا أرى يكوبتشر متشرتو أنا أقول واحد أقنعه تعايد ما هي قار بدل الدورة دكتور قار بدل الدورة دكتور لفت جود إذا الشك كان لا قبض وهذا مرقاتي كذا كعسان القار بدل ورب ماش وين السرابي سالة ماش على قط الشر إذنكو مرق أرجع حق على وقت ريو ونكي اللي بدك يسول على مرة تو حميد جالس ساعته بده حق على وقت ريو يعني محا إذنكو عقدة كوبا قبطان إيه وحجرت كي يوم ما يدتك يا ay ka hadlaano kaddo daano kan nifisaan oo araad ka dhiibtaan horta aniga wadiisay laakiin ma aan ka jawaab maayo ama ka xoreysanayaa ka jawaab maayo waxa weyn doomin aanu aniga wadii u gaftay dad waxa ka saar journalist ah xadaana ماذا شلون سبحان الله شلون سبحان الله ما لأن هاد كيف قد يسكنها في هذا ويا يقدر واحد شعر بلينا كوديوين إن كوميشن كان دورشين كسين وقال حبين بكرماتين مركا واحد كتير ما أنتي شو تقول غلين كاملة إن سيفل سوسايتي كان إن أي جراهين حبين تي لوبر بوس الجرين أي لما جين كار بلاغيت هالسكور وحبيت هالصفوة وسدي ورا كران waxa weeye xaq waxa waraha oo loo siiyay oo sharci ugu siiyay horta markii hore aniga waxaan aad iyo aad u aaminsanahay rojka sidii ay dunida ku dhaqataa waxa weeye marka commission doorashooyin la sameynayo axsaabta deyn cid walba cid soo magacaato waa inay cid dhexdhexaada u wadan qoda cid walba waxaad masala axsaabta xisb walba laba soo magacaabo waayo doorashada waxa ka dhexaysa commissionka iyo axsaabta ka dhexaysa dowladda shaqo kuma laha dowladda waa axsaabta baa dowladda sameynaysa marka waxa doorashooyinka wada gelaya waa axsaabta tartu ka dhexeeya marka komishanku waa tii dhexda waa lahay marka si kastaba u dhacday taa waxba ka noqon maayeen waqti hore la sameeyay sharcigeeda waxa la laba xubnood waxaa soo magacaabanaya asaabta mucaaradka inta kale waa ogtiino dee qaar madaxweynaha dowladdu magacaabatay gorayaashu magacaabaan weeye haddii marka ay darga xisaabtu u rari jiray markaa kasoo xusheen civil society-ga dee ikhtiyaar u lahaa لكن شرع قد عدوا سينا يا وا عذابته أنا قلنا اللي بدي حزبية معارضة هاي وان يسوتك كنتي واللي بقاب آدي آد ديمقراطي وا أيان وقال لي إلى وحنا قالنا إن أنا حبنا بدل سوي شيء دنا إلى أنا فوت حتى قعدنا أيان قال لي مركا سفارة بدل مركا الأجي وأنا نروح تبع دادي شيبو waxaan dii xisaab mucaarad ah qofkaas qof dii mucaarad u dhoweyn yahay inkastoo qofku markuu halka tan ay tahay inuu dhaaf soo shaqeeyo commission da kamid yahay cadaalad laga sugeeyo waa inuu noqdo qof mutacallim oo siyaasadda wax ka fahmaya waa inuu noqdo qofkaas qof aan hanti iyo waxba toona lagu hunguri gelin karin siyaasad badan oo sifooyinka aanu rabnay ah ayaa maxaal xaash cilmi noogu soo baxay hab dimuqraadiyan anigu xataa gudaha yada labadii xisbi waanu u galaanu isla ku sii heshiinay sidaasaanu kusoo baxay sidaasaanu ku soconayaa de xaq cidina uma laha inay diiddo xaq looma laha in la diido xisaabti ura hada haddii kale waxa weeye waxay noqonaysaa dee wax ka duwan wixii de ubaddu rabtay ma waxaa laleeyay maxaal xash qof wax kala garanaya maaha ma waxaa laleeyay siyaasadda ma fahamsana waxa la leeyahay waa xisbiga kulmiye ma waxa la leeyahay waa xisbiga ucid ma waxa la leeyahay waa xisbi gaara ma waxa la leeyahay markaa waa muwaadin xaq leh waa muwaadin mutacalima waa muwaadin xuquuqaana waa muwaadin siyaasiya waa muwaadin aan xisbina ahayn cala ayi xaal dee labadii xisbi ee arrintu ay kuseynaysay iyagu aan qolana qolo qasbin ayagu isla soo garteen marka ma arko sabab wax dhibaato ah cidina uga qaybto masaad ma waxa la ma official ma diidma rasmi ah qoraala ku timid oo labadiina xisbiyiin ma yaxash oo xagga bilmetal business ee kiin goo su'aasha la weydiin baa sidaas ah ma raar roomar de su'aash war roomar tiray beer tiray ka cadeeyeen kuwaas war qorayda ba pressure group